الظهيرة من الميادين وإليكم ما فيها. مسيرات مؤيدة للرئيس اللبناني وسط استمرار التظاهرات، وغرفة عمليات للجيش والقوى الأمنية تعمل لفتح الطرقات المقطوعة. تجدد التظاهرات في بغداد بعد سقوط 42 قتيلا وأكثر من 2000 جريح في تظاهرات الأمس، والداخلية تتهم مندسين باقتحام مقر حكومية وحزبية وإحراقها. موسكو تتهم واشنطن بتهريب النفط السوري، وقوات أمريكية تدخل من العراق للانتشار حول الحقول، وأردوغان يحذر من أنه سيطهر الحدود إذا لم تنفذ روسيا التزاماتها. وفي الظهيرة أيضا، الناسا تخطط لإرسال رجل آلي إلى القمر للبحث عن مكامن المياه تحت سطحه. أهلا بكم. يعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية على فتح الطرقات المقطوعة في اليوم العاشر للتظاهرات التي تشهدها البلاد، وتتواصل التجمعات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية. وقد أقدم الجيش اللبناني على إعادة فتح العديد من الطرقات عند أطراف العاصمة ومداخلها، وسط دعوات إلى مواصلة التظاهر اليوم، ولا سيما في وسط بيروت. قيادة الجيش اللبناني أعلنت عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتتبع سير الأعمال على طرقات البلاد. بيان القيادة أشار إلى أن الجيش والقوى الأمنية تواصل إعادة فتح الطرق الرئيسية في العاصمة والمناطق من دون منع المتظاهرين من مواصلة حراكهم المطلبي. جاء ذلك خلال اجتماع ضم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الأمن الداخلية اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة، لبحث خطط لفتح الطرقات وتوزيع المهام بين القوى المشتركة. وفي منطقة الجديدي شمال بيروت، يتظاهر عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل في المنطقة. التحرك جاء دعما لمواقف رئيس الجمهورية ميشيل عون بالمطالبة بقانون محاسبة الفساد ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية. وللاطلاع أكثر مشاهدينا حول الأجواء في لبنان وحال الساحات، خاصة في ظل الدعوة اليوم لتظاهرات في أكثر من ساحة وأكثر من منطقة في لبنان، تنضم إلينا شبكة مراسلين المنتشرين في مناطق عدة من لبنان وهذه المناطق التي تشهد تحركات. معنا من جديدي في جبل لبنان محمد الساحلي، معنا من طرابلس محمد علوش، من جل الديب غراسيا بيطار، من رياض الصلح سارة الحاف، ومن ساحة الشهداء معنا أيضا زميلة فاطمة قاسم. ونبدأ مع زميلة غراسيا بيطار المتواجدة في جل الديب. إذن غراسيا، كان هناك قبل قليل بعض الاستنفار من قبل المتواجدين في جل الديب بعد الحديث عن توجه المسيرة المؤيدة لرئيس الجمهورية باتجاههم. الآن كيف يبدو المشهد بعدما من المفترض أن علم المتواجدون هناك بأن هذه المسيرة عادت إلى مكان انطلاقها؟ هذا الوصف. عاد إلى ساحة جل الديب بعدما كان شبه استنفار، لأنه ثمة كما يعني ذكرت أكثر من مرة في إطلالتك السابقة عبد الرحمن عن مسألة الشائعات التي تنتشر بين المتظاهرين، والهدف منها على ما يبدو يعني إثارة الحساسيات بين المتظاهرين، خاصة أنه كثر منهم لم يناموا منذ أيام أو نومهم متقطع، الأعصاب متشنجة، كل العالم تؤيد التظاهرات والمطالب والحقوق، ولكن يبدو أن هناك خلاف بين المتظاهرين على طريقة التظاهر أو ما شابه. الإشاعة التي وصلت إلى المتظاهرين في جل الديب أنه ثمة تظاهرة للتيار الوطني الحر سوف تأتي إلى جل الديب، ويبدو أنه كان من المقرر أن تقف عند نهر الموت وتعود أدراجها إلى نجد الزايدة. كاد هذا الأمر هنا أن يتحول إلى ساحة مواجهة، ولكن وسمعنا يعني بعض من تجهز لكي يبدأ بالشعارات التي لا تليق يعني بالمتظاهرين الحضاريين، وغالبيتهم هنا كذلك، ولكن العقلاء منهم
بادروا سريعا إلى إسكات من بدأ بإطلاق الشعارات الفتنوية أو ما شابه. سوف نستطلع بعض آراء من كان هنا عبد الرحمن عن هذا المشهد الذي شهدناه منذ بعض الوقت. تفضل شو بتشرحنا عن استثمار من شوية اللي عرفني مثل ما عرفتي حضرتك وذكرتي من شوية أنه كان في مظاهرة لتيار الوطن الحر متوجهة لجلالتين. نحن بجلالتين مظاهرين سلمية. الشباب تعرفي على فور يتدمون. صار في نسة شاب لعصر. هدا ينامون. ما نحكى كلام بذيء يعني. تم اسكات بعد التجاوزات. وفتك رجعت الأمور لنصابة. ونحن هدفنا اليوم مظاهرتنا سلمية. وضعنا سلمية. شو عمي؟ ما دين طلعوا من المقرر اللي يجونا هون. ليك اذا بتعرف المنطقة عندي كانوا عادل الأدب عادل العادل يعني اول فنار ينزلوا مشي على ديوش دايدة يرجعوا يجوا على نهر الموت تفتكر يعني في يعني مش رايحين ياخذوا كافيه بمحل تفتكر كلهم لانه كان التوجه يجوا لهون يمكن ما يحطونا بمواجهه شارع بشارع نحن ما طلبنا ما طلبون يعني نحن جوعنا جوعهم ضريبة مسكينها بتجي عليهم هيدي المحاصصه اللي صارت ما نخلص منها صار في محاصصه من ثلاث سنين احد الاطراف طلع من المحاصصه نرجع نعيد انتخابات عن جديد لنكسر هذا الشيء. نعم نستطيع عبد الرحمن بعض ايضا بشكل سريع. مرحبا. هلا انا نفر بس بقلكم انزلوا كلكم على الشارع وطولوا بالكم هي شغله بتاخذ وقت. لبنان نزل بالجوره اقتصاديا بدكم تختاروا يا اما بتنزلوا على الجوره وبيضلوا السراقين يسرقوا يا اما بيجي ناس تكنوكرات منهم حزبيين مخوخه وبفلوا هوليك حتى تضبط له. نعم جراسيا كل شكر لك. انت كنت تحدثين من جل الديب. سننتقل المشاهدين الى منطقه الجديدي المتواجد فيها الزميل محمد ساحلي والذي واكب هذا التحرك لانصار التيار الوطني الحر دعما لرئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون. محمد بعد ان واكبت هذه المسيره والتي وصلت الى نهر الموت وعرت ادراجها الان هل هناك من اي برنامج لهذا التحرك الذي يقوم به انصار التيار الوطني الحر؟ كلا عبد الرحمن وصلت المسيرة إلى النقطة التي كانت محددة لها في الختام. هي انطلقت من هنا من أمام القصر العدل في جديدة نزلت باتجاه الطريق الدولي بيروت طرابلس عند نقطة جسر الموت ومن ثم عادت والتفت لتعود من حيث انطلقت. كي لا نطيل عليك سوف نأخذ فقط بشكل سريع ضيف أو ضيفين ومن ثم نختم معك. شو جاي تقولي اليوم أنت بالمظاهرة؟ أول شيء مثل ما شايفين أنه ميشيل عون ما بيسقط طالما عنده حليف قوي ووفي مثل سمحة السيد. نحن منآمن فيهم ومآمنين طالما سمحة السيد حاطت إيده بإيد الجنرال لبنان ما بيسقط. نعم عبد الرحمن بطبيعة الأحوال سوف ينتهي هذا التحرك هنا. لم يكن مقرر بالأساس أصلا أن يذهب هذا التحرك باتجاه جل الديب كما أشيع. حصل أشكال بسيط فقط مع وسيلة إعلامية اعتبر بعض المتظاهرون أنها غير مرحب بوجودها وسرعان ما تم حل الموضوع وعادت هذه الوسيلة أيضا لتغطي معنا. والآن عاد المتظاهرون هنا إلى أمام قصر العدل وسوف تنتهي هذه التظاهرة. وبطبيعة الأحوال بمجمل الآراء التي سمعناها الجميع مع مطالب المتظاهرين أينما كانوا ولكن الجميع ليس مع قطع الطرقات إلا في الأماكن المفيدة وليس مع قطع الطرقات على الناس. نعم محمد إذا مشاهدينا هذا كانت هكذا كانت الأجواء في الجديدي حيث كانت هناك مسيرة مناصرة لمناصري التيار الوطني الحر دعما لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون. وهذه الأجواء نقلها لنا الزميل محمد ساحلي في وسط بيروت. كيف يبدو المشهد في ساحة الشهداء؟ هذا ما سنطلع عليه من الزميلة فاطمة قاسم. إذا فاطمة في ساحة الشهداء الآن كيف يبدو المشهد وهل يعني حان الوقت؟ هل وصلنا إلى التوقيت الذي أعلن عنه عن التجمع في هذه الساحة؟ نعم عبد الرحمن إن التجمع لن يكون هنا في هذه الساحة سيتخذون من أحد الساحات فوق يعني في رياض الصلح مكان لاجتماعهم الذي لم يعلنوا عنه أيضا لكنهم قالوا إنهم سيبحثون في هذا الاجتماع جميع ما كان مطروحا من إصلاحات ومن مطالب تحدثوا عنها منذ بداية احتجاجهم وقالوا إنهم لا يريدون التصعيد في مطالبهم سيتحدثون عن مطالب معقولة ويمكن تحقيقها يمكن تحقيقها وليس فقط شعارات. هنا الوضع في ساحة رياض الصلح يعني كما ترون
في هذا الوقت من الأيام السابقة من الاحتجاجات كان عادة، وفي نهار سبت ويوم عطلة كان عادة يكون العدد أكبر، وخاصة بعد الحشد الذي تم على وسائل التواصل الاجتماعي. ما زالت أعداد من الناس تتوافد إلى ساحة الشهداء مع مكبرات الصوت والأغاني الثورية والوطنية ومع الأعلام اللبنانية ووسط حضور إعلامي كبير جدا. يعني آليات البث تحضر بشدة هنا، في مواقف السيارات المزيد من الخيم تركب، ويعني يوجد تنظيم لهذه الأمور، الخيم في هذه الساحة. بالنسبة أيضا لموضوع قطع الطرق، تستمر القوى الأمنية في محيط بيروت وفي كل المناطق اللبنانية في فتح الطرقات لما في ذلك من تأثير على حركة المواطنين. التعطيل الذي يتم من وراء قطع الطرقات وخاصة هنا فوق ساحة الشهداء جسر الرنج، يستمر المتظاهرون في إغلاقه وتستمر القوى الأمنية ووحدات الجيش في فتحه، وفي مناطق أخرى أيضا من بيروت والطرق السريعة التي تربط المناطق ببعضها البعض. قيادة الجيش والاجتماع الأمني الذي تم لفت إلى هذا الموضوع مع احترام حرية المواطنين في التظاهر وحفظ حقهم في التظاهر من دون إزعاج الآخرين. أريد أن ألفت إلى بيان صدر عن التيار الوطني الحر أنه على إثر اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت الفائت وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء التيار ونوابه ونائبتي رئيس التيار، سيتم الإعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم يوم الاثنين المقبل وأمام وسائل الإعلام، وذلك تلاقيا مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وقناعاتهم. وكنا قد ذكرنا أن الوزير الياس بوصعب قد غرد على تويتر في نفس هذا الإطار. إذا تسنى لي الوقت، معي هنا أحد المتظاهرين الذين باختصار يعني يأتون إلى ساحات التظاهر منذ بدأ الاحتجاجات. لو سمحت لي عبد الرحمن، يريد فقط الإدلاء بك. نحن أول ناس نزلنا على هذا التظاهر بشكل عفوي من الشعب بشكل عام. نزلنا لهون وبلشنا نحن كل يوم ننزل، بتفاجأ أنه نحن عندنا مطالب وحدة بلش يخدوها على مطرح تاني. اليوم انا خدت حضرنا فخامه رئيس الجمهوريه على التلفزيون وراء الاصلاحيه، فحاولنا نحن نشكل ورقه اصلاحيه مع جميع مفاعل المجتمع المدني والحراك. فاجأنا انه لا، عندهم رفض، ممنوع. طب الدنيا اخذوا وعطى، ليه انتم ما بدكم تتفاوضوا حتى مع الدوله؟ انه هيدي فرصتنا الذهبيه لحتى نستغل هذا الموضوع ونقدر نحن نوصل صوتنا. طلب مننا من قصر الجمهوري انه انتم كمان قدموا ورقه وطلعوا عملوا مؤتمر. الناس رافضه انه حتى تحكي نهائيا مع فخامه رئيس الجمهوريه او مجلس النواب مجلس الوزراء. ليه؟ نحن ما بدنا نوصل للفراغ ولا حتى الخراب. الاشياء بتصير وحده وحده، منن معهم عصا سحريه لحتى نحن دغري فرد مره تسقط الجمهوريه مجلس نواب حكومه. قدموا مطالب محقه عن جد، هيدي فرصتنا الذهبيه، هن مستعدين ينفذوها. بس عم بتفاجئ انا كل الجمعيات عم تحاول تستقطب الناس لأمور وأغراض في ناس وراها. أنا هذا باعتقادي، أنا من عامة الناس هيك عم شو حاولت أتواصل معهم، أمشي نطلع نعمل مؤتمر صحفي مع رئيس الجمهورية. الكل رافض رفض قطعي، عندهم بس تسقيط تسقيط تسقيط، هذا اسمه خراب. حدثوا عن اجتماع رح يكون لمنظمين من هون من الحراك، شو وضع هذا؟ حكينا معهم وقلنا لهم يا جماعة تفضلوا اعملوا ورقة نقدمها رئيس الجمهورية. الدنيا أخذوا وعطا، ما فيك تحلي أنت 30 سنة بيوم وليلة رافضين التحدث مع السلطة أيا كان، فقط أنه إسقاط. أنا بصراحة أحد الناس، هاي الجمعيات بعتبرها كلها صارت منا واضحة ومنا شفافة ومنا صريحة. إذا عبد الرحمن، كان هذا رأي أحد المتظاهرين الذين يتشارك مع رأيه مع عديد من المتظاهرين الآخرين. إذا هذه الأجواء مشاهدينا كانت من ساحة الشهداء مع زميلة فاطمة قاسم في المقلب الآخر في وسط بيروت في ساحة رياض الصلح. كيف يبدو المشهد؟ هذا ما سنطلع عليه من الزميلة سارة الحاف. إذا سارة، كيف يبدو المشهد في رياض الصلح لديك هناك وأنت تتواجدي في هذه الساحة أيضا منذ الصباح؟
نعم عبد الرحمن، يعني لا أعلم إذا كانت الصورة قد ركزتم بها منذ دقيقتين تحديدا. الآن خلفي يتلو بعض المحامين الذين أتوا من نقابة المحامين في بيروت النشيد الوطني اللبناني، ويعني هم قالوا أن مع أن النقابة منعت الحضور إلى هذه التظاهرة، لكن بعض المحامين خرقوا هذا القرار وأتوا للمشاركة في التظاهرة تحديدا هنا في ساحة رياض الصلح. لابد من القول عبد الرحمن أنه كلما مر الوقت تبدو هذه الساحة أكثر حيوية وأكثر نشاطا عن ساعات الصباح الأولى التي بدأ فيها المشهد هنا، وبدأ المتظاهرون وأعدادهم بدأت جدا خجولة. الآن بدأت يعني بعض الحيوية تزيد على هذه الساحة، لكن بالطبع يعني أن الأعداد هنا لا توازي تلك الحملات التي توقعتها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعني قالت أنها تحشد لسبت الساحات كما يعني وصلت إلى الكثير من الناس. وتحديدا يعني وفي ظل أيضا الوضع يعني وتحديدا في الحديث عن الحقوقيين هنا وعن المحامين، لابد من ذكر أن من بعض كما قلنا مظاهر التظاهر هنا في وسط بيروت كان بعض الشباب يعني من طلاب الحقوق في مختلف الجامعات اللبنانية كانوا يأخذوا على عاتقهم ربما إطلاع بعض المتظاهرين على بعض القوانين وشرح أكثر القوانين. معي هنا أحد هؤلاء الشبان الذين يعني قرروا التظاهر لكن على طريقتهم الخاصة. يعني أنتم قررتم أن يكون تظاهركم يعني مجديا أكثر وإطلاع البعض على يعني مبدأ أن إذا لديكم المعرفة فلابد من مشاركتها. ماذا تفعلون تحديدا اليوم؟ 100% نحن أشخاص بيأمنوا بمبدأ أنه صاحب المعلومة والاختصاص يجب عليه المشاركة بهذه المعلومة وهذه الاختصاص، خصوصي بظل الأوقات اللي عم بمر فيها لبنان واللحظات التاريخية هيدي. هي واجب على كل شخص عنده معرفة وعنده معنى، وأنا من هون بدعي كل الأشخاص منه معروف اللي عنده معلومة اللي عنده شيء اللي عنده أصحاب الاختصاص خصوصي بالقانون وبالسياسة يتفضلوا على الشارع. ما هي المعلومات التي ترونها يعني ضرورية أن يعرفها المتظاهرون هلا اليوم؟ هلا هي حسب بتتفاوت حسب الاشخاص، في اشخاص عندها اسئله مختلفه، هلا مثلا بعطيك اكزامبل عن بعض الاسئله اللي عم توصلنا نحن، في اشخاص عم تسال انه نحن عم نطالب باسقاط النظام، طب شو يعني اسقاط النظام؟ شو معناته؟ شو هي وضعيته؟ طبعا ما في شيء براكتيكالي اسمه اسقاط النظام، في اشياء ثانيه بتندرج تحت امور نحن شرحنا لهم اياها، مثلا عن قوانين الانتخاب، مفهوم النسبيه، مفهوم الاكثريه، مفهوم لبنان دائره واحده، كيف بيتم اختيار الاشخاص، كيف بيتم التصويت، هل بلوائح مقفله، هل كذا. سريعا لنشرح، انتم قانونيا تؤمنون انه لا يتم اسقاط النظام هكذا، يعني هو ليس عنوان يتم يعني بشكل عملي كما تشرحون؟ لا نحن انا اذا بدك راينا الشخصي، نحن بعيدا عن احنا المبادره اللي عم نعملها توعويه، ما عم نطرح لا حلول ولا شيء، بس شخصيا نحن بنؤمن انه السلطه الاساس الموجوده بلبنان، لبنان جمهوريه قائمه على نظام البرلماني، معناتها البرلمان هو اساس السلطه، فاذا نحن بدنا نغير هذا النظام الحاكم، التغيير يجب ان يتم عن طريق الانتخاب ويتم بقلب البرلمان، بداخل البرلمان، فعشان هيك نحن لازم ندعي لانتخابات مبكره، وهذا احد مطالبنا الاساسيه. نعم. شكرا جزيلا لك. يعني عبد الرحمن ايضا كما قلنا هناك مبادرات لاقتصاديين يحاولون شرح السياسات الاقتصادية. يعني عبد الرحمن كما تلاحظون حتى في صورة خلفي بدأت الساحة كما قلنا تضج في المتظاهرين أكثر من ساعات الصباح الأولى. الكل هنا يعني مصرون على الاستمرار، لكن يعني مع طبعا قوى أمنية متأهبة لأي إشكال يحدث لكي لا يتكرر المشهد في الأمس. قوات الشغب دائما في حالة تأهب تتنقل بين المتظاهرين حريصة على يعني عدم يعني أي إشكال لتفادي أي إشكال ممكن أن يحصل. عبد الرحمن هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة في ساحة رياض الصلح مع الزميلة سارة الحاف، وأيضا كانت معنا الزميلة فاطمة قاسم من ساحة الشهداء. كيف يبدو المشهد مشاهدينا في طرابلس شمال لبنان؟ هذا ما سنطلع عليه من الزميل محمد علوش أيضا الذي يواكب هذه التحركات منذ انطلاقتها. إذن محمد في طرابلس شمال لبنان كيف يبدو المشهد اليوم في ساحة النور؟ عبد، طبعا الساحة بدأت بالاحتشاد، طبعا لم تصل إلى الامتلاء الكلي حتى هذه اللحظة، وهذا أمر متوقع حيث يصل الامتلاء في العادة غالبا مع حلول المساء، خاصة أن المنصة بدأت قبل ساعة من الآن أو ساعة وقليل نسبيا بدأت بالعمل، ولم يتحدث بعد أحد من عليها باتجاه المعتصمين المحتشدين في ساحة الاعتصام. الطرقات
على الأقل بين كر وفر بين الجيش والمعتصمين أو المتظاهرين الذين يتجولون بين منطقة وأخرى، وخاصة الطرق الدولية التي تربط طرابلس بسائر المناطق، على سبيل المثال الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس ببيروت أصبح مقطوعا بالاتجاهين أو مقفلا بالاتجاهين بسبب الحواجز البشرية للمتظاهرين. الأمر نفسه ينسحب على الأوتوستراد الذي يصل طرابلس بعكار عند نقطة البدوي كما أفدنا قبل قليل. بالنسبة للأعمال اللوجستية الجارية حاليا في ساحة الاعتصام، كان لافتا هو حضور أمني، حضور أمني يختلف نسبيا عما كان خلال الأيام القليلة الماضية. رصدت طبعا حضور لفرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي، لم يكن هذا نراه من قبل، والجيش اللبناني يعتلي أسطح الأبنية المطلة على ساحة الاعتصام. بدأت طبعا المنصة بالعمل، وننتظر أن يكون هناك أكثر من حديث خلال هذه المنصة. بحسب ما علمنا من المنظمين أيضا أن سيكون هناك خطابا إلى حد بعيد، ربما أكثر نضوجا من التصريحات السابقة التي كانت تتلى من على هذه المنصة، وخاصة لجهة القضايا المطروحة وإضافة للورقة التي سيتقدم بها إلى هؤلاء. أيضا علمنا من مصادر خاصة أنه يجري التنسيق بين أطراف عديدة على قدم وساق لجهة توحيد هذه المطالب وتأطيرها في إطار ورقة نهائية، كما أنه يتم التنسيق مع بقية الساحات القائمة في مناطق أخرى من لبنان أيضا لمحاولة حمد. عندما تتحدث عن أطراف هذه الأطراف، هل هي من المجتمع المدني أم أطراف سياسية؟ لا هي من المجتمع المدني عبد. لا أحد من هؤلاء، كل من تحدثنا إليه وخلال العشرة أيام بما فيها اليوم، لم يكن أحد من هؤلاء ولم نرصد أي شخصية من هؤلاء له سابق انتماء سياسي. بصراحة أغلبهم هم تيارات مدنية ناشطة، بعضهم لدينا سابق معرفة بهم بحكم عملنا في طرابلس في الأساس، مجتمعات أو جمعيات كانت تنشط في موضوع البيئة وكذلك في موضوع التوعية التربوية، وبعضهم ناشط في المجال الكشفي، تأطروا في إطار حراس المدينة على سبيل المثال وغيرهم. أنا تحدثت اليوم وكان بودي لو كان ضيفا معنا على الميادين، لكن الأمر لم يكن ربما متوفر لديكم بحسب التغطية من مناطق أخرى. تحدثت إلى الشخصية الأكبر في حراس المدينة والذي يقود حوالي تقريبا، أنا بحسب ما فهمت منه أن العدد متطوعي هذا قوى الحراس أو حراس المدينة حتى اللحظة بلغ يربو على 1100 متطوع. يعني في الأيام القليلة الماضية ازداد العدد بحسب ما فهمت منه 800 شخص. هؤلاء وأقول هذه معلومات خاصة للميادين، معلومات خاصة للميادين حصلنا عليها من ما يعرف بقائد حراس المدينة هنا عبد، وهو أن هؤلاء عملهم هو لوجستي في الأساس، وهو تأمين حماية المتظاهرين، التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وحتى لو فض الاعتصام بطريقة أو بأخرى سيعمل هؤلاء فيما بعد على تأطير عملهم لبقاء نشاطهم الاجتماعي قائم. ربما سيكون لهم دور سياسي، هو يقول الأمر مرهون بما سنتفق عليه لاحقا، لكن حتى هذه اللحظة أمرنا مرهون بأن يكون النشاط سلمي وعفوي وكامل. نعم. وحفاظ على السلمية القائمة وتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية وكذلك الجهاز الطبي حتى لا يكون هناك أي إشكال صحي، خاصة أنه يوميا يسجل بحسب جهاز الطوارئ 70 حالة. نعم محمد، يعني هذا المشهد كان من طرابلس شمال لبنان. على أيضا أن نعود إليك ربما في تغطيات لاحقة لنطلع على هذا المشهد في ساحة النور في طرابلس. هذا كان في الشمال، مشاهدينا في الجنوب كيف يبدو المشهد وتحديدا في مدينة صور؟ من هناك ستطلعنا الزميلة ملاك خالد على الأجواء في مدينة صور. إذا ملاك، كيف يبدو المشهد في صور اليوم؟ المشهد في صور كان طبيعيا منذ الصباح، لم تقطع الطرق وذلك بعد الاتفاق الذي توصل إليه المشاركون في الحراك يوم أمس، وهو الإبقاء على الاعتصام في ساحة دوار العلم على المدخل الشمالي للمدينة من دون قطع طرقات، مع يعني وجوب التذكير بأن قطع الطرقات في هذه المدينة كان دائما رمزيا فقط في أوقات النشاطات الاحتجاجية، ولكن كانت يتم فتح الطرقات في الصباح. الساحة هنا ممتلئة تقريبا، يعني منذ الصباح
الصباح كان هناك حالة حيوية من النقاش حول أفق الحراك وإلى أين وما هي الخطوات التالية. وقد صدر عن حراك سور ورقة مطالب تذكر بلماذا الانتفاضة، وتضع أول مطالبها إسقاط الحكومة، وأيضا يعني هذه ورقة تم التصويت عليها من قبل المشاركين عبر ورقة تركت بعنوان المنبر المفتوح. وضع كل شخص المطالب التي يريدها وتم تدقيقها من الأشخاص الموجودين هنا بشكل دائم، وبناء عليه خرجت هذه الورقة التي تتضمن العديد من البنود المقسمة إلى الإجراءات القانونية والإجراءات الاقتصادية والإجراءات السياسية، وكلها أمور قابلة للتحقق بشكل فوري، ويعني هي قانونية وقابلة للتحقق كما أشرنا عبر عدة قنوات سواء عبر مجلس النواب أو الحكومة. لنتحدث أكثر عن أفق الحراك معي أحد المشاركين فيه، وهو أحد أبناء الجنوب والمدينة، هشام مروي. إلى أين يتجه الحراك؟ الحراك بعده بمحله الصحيح، الحراك مكمل ومستمر، وصور تنتمي لهذا الوطن، صور منا جزيرة معزولة، صور تنتمي لهذا الوطن. القرار هو قرار الشارع، القرار لكل واحد بالشارع. نحن بدنا نأكد هون على أنه الخط الأحمر الوحيد هو عدائنا لإسرائيل. هذا الشيء نحن مننا بحاجة كأنه نعمل فحص دم دوري. نحن بيئة المقاومة، ونحن المقاومة، ونحن اللي بنحفظ المقاومة. المقاومة لا بيحفظ الفساد، ولا بيحفظ الجوع، ولا بيحفظ أنه ننزل على أبواب المستشفيات. اللي بيحفظ المقاومة هو كل مواطن لبناني حر بيقول بكل بساطة نحن ضد إسرائيل. بس الشارع كمان بحاجة أنه نكون معه ونكون حده. صور مستمرة، صور باقية. أي حكي عن قادة للحوار، ما في قادة للحراك، ما في شيء اسمه قادة للحراك. الحراك ما بيستمر إلا بهذه الطريقة، حراك شعبي حقيقي لا طائفي غير مسيس. إذن السؤال التنظيمي حول الحراك كيف يتم الإجابة عنه؟ ملاك؟ السؤال التنظيمي نحن عندنا مطلب وحيد وأساسي، في فرق كبير بين المطالب والحقوق. مطلبنا هو إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين ذوي ثقة. هيدا هو مطلبنا. حقوقنا هيديك فينا نحكي ساعات عن الحقوق، بس نحن عم نحكي عن مطلب واحد واضح وصريح، وما عادش يحكونا بمفاوضات. هيدا التفاوض، إسقاط الحكومة ومن بعدها إنشاء حكومة اختصاصيين ذوي ثقة. إذن شكرا جزيلا. إذن عبد الرحمن يعني اطلعنا على رأي أحد المشاركين في الحراك، ويعني هذا من ضمن النقاش الحيوي حول مآل الحراك. هل يعني هناك توجه للخروج من الشارع أم لا؟ الأكيد إذن أن مدينة صور، الاعتصام في مدينة صور مستمر بشكله السلمي الذي يعني ننقله عبر الميادين منذ أيام، ومن دون قطع طرقات على أهل المدينة الذين يعني هناك تأكيد كما سمعنا على أنهم جميعا ينتمون إلى بيئة المقاومة. وشكرا لك ملاك خالد مراسلة الميادين، حدثتنا مباشرة من مدينة صور جنوب لبنان. شكرا موصول أيضا للزملاء محمد ساحلي من الجديدي في جبل لبنان، فاطمة قاسم من ساحة الشهداء، سارة الحاف من رياض الصلح، والزميل محمد علوش حدثنا من مدينة طرابلس شمال لبنان. نكمل الآن مشاهدينا في سياق هذه الظهيرة. نفذ أهالي بلدة القاع الحدودية في البقاع الشمالية اعتصاما وسط البلدة أمام الكنيسة تضامنا مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. المعتصمون رفعوا الأعلام اللبنانية وصور الرئيس عون، ورددوا الشعارات المؤيدة للرئيس وخطابه الأخير، رافضين التعرض لشخصه ولموقع الرئاسة ورمزيتها. نحن اليوم هام بوقفة تضامنية مع فخامة الرئيس ميشيل عماد ميشيل عون. نحن جينا لدعم مشروعه الإصلاحي، جينا لدعم القضاء، جينا لرفع السرية المصرفية عن السياسيين والموظفين، جينا لتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، جينا لحتى نكون دعم لإله. نحن معتصمين لأن في شيء مستفز كلهم، يعني كلهم هو شيء كتير مهم، بس مش معقول كلهم يعني كلهم يكون عم يتناول بالشتائم للناس اللي كانوا هني أول ناس عم بيطالبوا باستعادة الأموال المنهوبة وبإقرار قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة وإلى آخره من استقلالية القضاء. وهيك نحن معتصمين لحتى نوقف وقفة عز مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ونحن
ما بنقبل تنهز الكرسي الرئاسية أبدا. نحن مع الثورة، ونحن مع الثورة المحقة والكلام الجيد. المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية نفى ما نقلته وسائل إعلامية عن معلومات بشأن رد الرئيس اللبناني ميشيل عون القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مجلس النواب. بيان المكتب الإعلامي قال إن رئيس الجمهورية أعاد قانون مكافحة الفساد إلى مجلس النواب بعد شهر من إقراره في حزيران يونيو الماضي لإعادة دراسته وإدخال تعديلات عليه، موردا الأسباب الموجبة لذلك. وأشار إلى اكتمال العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، وهو ما تطلب إبرام اتفاقيات دولية. أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس مصعب رفع السرية المصرفية عن حساباته في لبنان وخارجه. مصعب وفي تغريدته قال إنه سيتقدم الاثنين المقبل بطلب لرفع السرية عن حساباته المصرفية وحسابات زوجته وولديه، التزاما بطلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من جميع الوزراء رفع السرية عن حساباتهم. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كشف عن وجود معلومات ومعطيات تؤكد أن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي. نصر الله أكد أن الخوف ليس على المقاومة بل على لبنان. لكن بالأيام الأخيرة مجموعة المعلومات والمعطيات، وبرجع بقول مش تحليل، معلوماتنا ومعطياتنا اللي قاطعناها من أكثر من مكان، الآن الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي الدولي والإقليمي والذي يوظف جهات داخلية. ما عاد الموضوع حراك شعبي واحتجاجات شعبية وصحة وبيئة وفرص عمل وجوعانين وفساد وما شكلها. بالحد الأدنى معلوماتنا ومعطياتنا والمؤشرات والقرائن. طيب إذا ما بدي أجزم بهالنتيجة، ألا يكفي هذا الاحتمال أنه هذا يحطنا في وضعية شك؟ طيب معلش، أنا أدعو اللبنانيين لأنه قاعدين قدام التلفزيونات المحلية، طلعوا على وسائل الإعلام الخليجية، على وسائل الإعلام الأجنبية، شوفوا الإعلام الأجنبي والعربي والخليجي، شوفوا المقالات، شوفوا التلفزيونات، شوفوا مواقع الاتصال، مواقع التواصل، شوفوا الجيوش الإلكترونية، شوفوا اللغة، شوفوا التحريض، شوفوا بيطلع معاكم عفوي وناس جوعانين وناس بدهم ياكلوا. هالقد هذا كان بالأيام الأولى صح، مع احترامي للكل بالبلد. هلأ الوضع ما عاد هيك، هلأ ما عاد هيك الوضع. أنا بدي حذر، وهذا انشغل ببلدان أخرى، إن شاء الله ما يكون عم يتخطط للبنان هيك. أنا بالحد الأدنى بدي أقول يا ناس انتبهوا، في هيك احتمال. أنا رأيي أكثر من احتمال، هلأ ما نحن فيه وأكثر بكثير من احتمال. نصر الله حذر من أن الحراك لم يعد حركة شعبية عفوية بنسبة كبيرة، بل غدا حالة تقودها أحزاب معينة وتجمعات مختلفة غير معلنة. اليوم هذا الحراك بنشاطه اليومي، بشعاراته، بمواقفه، باللي عم يصدر عنه، لم يعد حركة شعبية عفوية. والشباب اللي عم ينزلوا على الميادين وعلى المظاهرات بس يعرفوا أنا ما عم بطلب منهم شيء. على جمهور المقاومة بخلي الخطاب بالآخر. اليوم الحراك صار في حالة تقود أحزاب معينة معروفة، أنا ما بدي أسمي اليوم، وقوى سياسية معروفة، وتجمعات مختلفة معروفة بأسمائها وبأشخاصها، وفي أيضا أشخاص شخصيات مؤسسات معينة. هي النقطة بدي هلا أفصل فيها بعد شوي. وفي إدارة وتنسيق، وكمان في تمويل. ما حدا يقول ما في تمويل، في جهات عم بتمول. مين هي الجهات اللي عم بتمول؟ انا هلا ما بتهم حدا، انا بتمنى اللي بيعتبروا انفسهم قيادات بالحراك يطلعوا يشرحوا لنا، مثل ما هني عم يطالبوا بالشفافيه. في مبالغ طائله عم تنفق في بعض الساحات، في 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 ساحات فقيره، بس في ساحات في انفاق وفي اغداق اموال وفي فرص ممتازه جدا. طيب اطلعوا قولوا للناس بشكل واضح، في عنا المتبرع الفلاني
من الدولة الفلانية أو السفارة الفلانية أو الغني الفلاني أو الثري الفلاني أو المؤسسة الفلانية، لنشوف هودي اللي عم بيدفعوا أموال هودي سفارات دول بدون مصلحة الشعب اللبناني ولا لا، متربصون سياسيون أو شيء تاني. نصر الله حذر من الفراغ والفوضى والتوتر ما قد يؤدي إلى الفلتان الأمني، وشدد على عدم قبول حزب الله بإسقاط العهد أو الحكومة أو حتى الانتخابات المبكرة. الفراغ والفوضى والتوتر وأنه كل واحد بده يكسب طريقة رزقه لأنه بيفلت البلد، إذا فلت البلد ولا في بداية فلتان حاحكي عنها، معناتها ممكن البلد يروح على فوضى عارمة على خلل أمني، والعياذ بالله يكون حدا عم بيحضر كمان لحرب أهلية مثل ما عملوا في عدد من دول المنطقة ودول الجوار. لذلك أنا بدي يكون حريص وواضح، أي حل نحن منفتحين على أي نقاش، والنقاش مع فخامة الرئيس، لكن ليس على قاعدة الذهاب إلى فراغ أي شكل من أشكال الفراغ. الفراغ سيكون قاتلا. نصر الله أكد أن أهم ما أنجزه الحراك الشعبي اللبناني هو كي الوعي لدى المسؤولين في السلطة، وأن هذه الخطوة سيكون لها أثر على أداء المسؤولين في المرحلة المقبلة. وهذا من إيجابيات المهمة جدا، كي الوعي لدى المسؤولين في السلطة، المسؤولين الحاليين والمسؤولين بدهم يجوا بعدين. كي الوعي شو يعني؟ يعني كان في مناخ بالبلد اسمه أنه السلطة أو اللي ممكن بعدين يجوا على السلطة بيقدروا يعملوا اللي بدهم إياه ويقرروا اللي بدهم إياه بالأموال وبالضرائب ويستمروا بالهدر وبالفساد وبالفشل وبالتقصير وما حدا بيحاسبهم. وبالانتخابات، والانتخابات الماضية بالمناسبة كانت انتخابات حرة ونزيهة وشهد العالم بنزاهتها وحريتها وبأحسن قانون انتخابي نسبة لكل الأوانين الانتخابية السابقة، وكان الانتخابات تعيد إنتاج نفس القوى ونفس السلطات ونفس المسؤولين ونفس المعنيين. ما بدي حاكمهم بس عم وصف واقع. كان في تصور أنه لا بنقدر نعمل اللي بدنا إياه، الحراك عمل كي وعي وقال لا، هذا الشعب اللبناني بلحظة من اللحظات بحراك عابر للطوائف عابر للمناطق، لما بضيق صدره بضيق الخناق يقف ويصرخ ويرفع صوته في وجه الجميع. هي إيجابية كتير مهمة وحيكون إلى، وأنا بلشت شوف بشكل واضح أنه إلى تأثير كبير على أداء العديد من المسؤولين بالمرحلة المقبلة. أفاد مراسل الميادين في بغداد بأن متظاهرين في ساحة التحرير حاولوا عبور جسر الجمهورية وسط العاصمة، فأطلق عناصر الأمن قنابل صوتية لمنعهم، هذا وارتفعت إلى 42 قتيلا وأكثر من 2000 جريح حصيلة التظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن أخرى. وأعلن حظر التجوال في عدد من المحافظات منها ذي قار والبصرة والمثنى. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول آخر التطورات في العراق ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله. إذن بالأمس كان هناك 42 قتيلا ومئات الجرحى، كيف يبدو المشهد اليوم في العراق خاصة في بغداد وبقية المناطق أيضا؟ نعم عبد الرحمن، القوات الأمنية العراقية الآن على جسر الجمهورية تفرق المتظاهرين الذين حاولوا عبور الجسر. القوات الأمنية العراقية عبد الرحمن وضعت الكتل الإسمنتية على جسر الجمهورية وعززتها اليوم مرة أخرى. المتظاهرون وصلوا إلى جسر الجمهورية عند آخر حاجز، استطاعوا أن يسقطوا من الكتل الإسمنتية جدارا من الكتل الإسمنتية وتمكنوا من التسلل إلى ما حيث ترصده الآن كاميرا الميادين عند ضفاف نهر دجلة. هذه هي الضفاف، هنا تواجد المتظاهرون وتجمعوا وتجمهروا، حاولوا عبور النهر سباحة في حركة من المتظاهرين وكأنها تدل على الإصرار للعبور باتجاه المنطقة الخضراء. كانت دوريات الشرطة النهرية تجول في المنطقة والتي يمكن أن نرصدها، هذه هي
زوارق الشرطة النهرية التي حاولت منع المتظاهرين من عبور النهر سباحة لكي لا تنتقل الأمور إلى كارثة أو إلى أزمة غير يعني محسوب لها أي حساب. بعد ذلك تجمهر المتظاهرون عند ضفاف نهر دجلة مرة أخرى في جانب الرصافة يعني من جهة ساحة التحرير. المتظاهرون تجمهروا، حاولوا أن يشكلوا موجة بشرية لعبور النهر. هذه طبعا آثارهم، هم ينسحبون من طرف جسر الجمهورية باتجاه طبعا شارع السعدون وكذلك باتجاه شارع الرشيد. هذه الشوارع هي تؤدي إلى شوارع رئيسية، يعني هذه الأزقة التي يسلكوها من هذه المنطقة هي تؤدي إلى شارع الرشيد وإلى منطقة الباب الشرقي وإلى ساحة التحرير. وهذا هو هدف الأمن العراقي، دفع المتظاهرين وعدم منحهم الفرصة من أجل عبور ضفاف نهر دجلة والوصول إلى المنطقة الخضراء. هناك محاذير أمنية واضح جدا عبد الرحمن، وتتعامل القوات الأمنية العراقية على هذا الأساس. هناك محاذير من أن يتم اللجوء، نعم نسمع الآن القنابل الدخانية، وطبعا نرصد الآن في جسر الجمهورية في آخر نقطة. هناك طبعا يبدو أن كتلة إسمنتية تم إسقاطها، هذا السياج الإسمنتي الذي يرصد الآن بكاميرا الميادين. إحدى الكتل الإسمنتية، إحدى الحواجز الإسمنتية الموضوعة تم إسقاطها، وهذا واضح، ما يعني أن الأمن العراقي يحاول أن يندفع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب باتجاه ساحة التحرير وساحة الطيران في وسط العاصمة بغداد. لست أدري إن كان الصوت واضحا عبد الرحمن. نعم نحن نسمع ذلك. القنابل الدخانية وكذلك القنابل الصوتية طبعا كانت على أشدها قبل قليل، لأن القوات العراقية أصرت على تفريق المتظاهرين. المطعم التركي وهو المعلم البغدادي الذي يقع عند جسر الجمهورية تم اعتلاؤه كما يوم أمس طبعا ومن قبل المتظاهرين. قبل قليل تم إشعال إطارات في داخله، لكن الدفاع المدني العراقي تمكن من إخماد النيران. هذا هو سطح مبنى المطعم التركي، والمتظاهرون عليه يحاولون أن يعني يرشقوا قوات الأمن بالحجارة كما هو واضح. القوات الأمنية تحاول أن تتعامل مع أكبر قدر من استيعاب حركة المتظاهرين وأعدادهم، وكذلك الحفاظ على سلمية التظاهرات من جهة وعلى أمن المتظاهرين من جهة أخرى. جسر السنك أحد الجسور المؤدية باتجاه المنطقة الخضراء، هو الآن طبعا الهندسة، هندسة القوات المسلحة تنقل كتلا إسمنتية، واضح جدا أنها تريد أن تثبت حاجزا آخر أمام حركة المتظاهرين من أجل منعهم من عبور جسر السنك من ساحة الخلاني ببغداد باتجاه المنطقة الخضراء. نعم هذه هي القنابل الدخانية والقنابل الصوتية التي تطلقها قوات مكافحة الشغب عبد الله. هذا على مستوى بغداد، بقية المحافظات والمدن العراقية كيف يبدو المشهد فيها اليوم؟ إجراءات أمنية مشددة في محافظة ميسان وبيقار والبصرة. في كربلاء كان حظر التجوال من المفترض أن ينتهي عند الساعة 12 من انتصاف النهار، تم تمديده للحفاظ على الوضع والوضع الأمني بالمحافظة من الفلتان، خصوصا وأن المتظاهرين يوم أمس استهدفوا مقر الحكومة المحلية وعدد من مقرات الأحزاب التي تقع بذات الشارع الذي فيه يوجد مبنى مجلس المحافظة. في ميسان هناك استدعاء لقوات من بغداد طبعا بهدف ضبط الأمن. السبب هو أن متظاهرين دخلوا على خط الأزمة يوم أمس وقاموا باستهداف مكتب عصائب أهل الحق، ومن ثم قتل مدير مكتب عصائب أهل الحق في محافظة ميسان وسام لعلياوي مع شقيقه
بطريقة بشعة، جرح مدير مكتب العصائب، ومن ثم تم إخلاؤه عبر سيارة الإسعاف مع شقيقه، ما دفع المتظاهرين والجموع التي تتواجد في ميسان لأن تقطع الطريق وتوقف سيارة الإسعاف. وهذا بالمناسبة كله موثق بالفيديو، ومن ثم تم سحب مدير المكتب مع شقيقه وقتلهما. طبعا تم تشييعهم في ميسان وتم تشييعهم في بغداد، وكانت مواقف وأطلقها زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي. هذه المواقف أطلقها في تشييع وسام العلياوي. عشيرة العلياوي الآن دفعت مبالغ للتعرف على قتلة ابنهما، ابني العشيرة. نرصد الآن القنابل الدخانية. هذا ما كانت تحذر منه مصادر سياسية وقوى سياسية وقيادات عراقية، أن تسحب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ممثلا بمواجهات عشائرية. نعم، هذه هي القنابل الدخانية طبعا تطلق. الهدف هو إجبار المتظاهرين الذين يتواجدون على سطح المطعم التركي بالنزول. هذه ما يلمع الآن هو القنابل الصوتية التي تطلقها القوات العراقية، قوات مكافحة الشغب، لإجبار المتظاهرين على النزول من المطعم التركي. وبالفعل طبعا نعم عبد الله، أشكرك جزيل الشكر على يعني على أعطائنا كل هذا الشرح عن المشهد في العراق في ظل هذه التطورات أيضا والتحركات التي نراها مشاهدينا، إن كان في بغداد أو في محافظات ومناطق أخرى. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في بغداد العاصمة العراقية عبد الله بدران، حدثتنا مباشرة من هناك. وصفت وزارة الدفاع الروسية سيطرة واشنطن على حقول النفط شرقية سوريا بقطع طرق على مستوى دولي. الوزارة أكدت أن النفط السوري يهرب إلى دول أخرى تحت حماية أمريكيين ومؤسسات أمنية خاصة، والعائدات ترسل عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمن أمريكية خاصة ووكالات الأمن الحكومية. كما أشارت إلى أن هذه العائدات تتخطى 30 مليون دولار شهرياً. أعلنت مراسلة الميادين دخول رتل من 13 آلية أمريكية الحدود السورية في محافظة الحسكة للانتشار في حقول النفط. المرصد السوري المعارض أشار إلى أن الرتل دخل عبر معبر الوليد آتيا من شمال العراق واتجه نحو النقاط الأمريكية الموجودة في محافظة دير الزور. كما أشار الموقع إلى أنه رصد دخول عربات أمريكية إلى شمال شرق سوريا تحمل جنودا عبر معبر سيمالكا آتية من إقليم كردستان العراق. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من أن أنقرة ستطهر منطقة الحدود السورية من المسلحين ما لم تنفذ روسيا التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي. أردوغان قال إن أمريكا قدمت لبلاده ضمانات خطية حول خروج المسلحين من المنطقة الآمنة ولكنهم لم يخرجوا. قبل الفقرة الرياضية نتوقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ أعلنت ناسا أنها سترسل إنسانا آليا إلى القمر للبحث عن مكامن المياه تحت سطحه. ذلك يأتي في إطار المساعي لتقييم المورد الحيوي قبيل عودة رواد الفضاء إلى القمر من أجل احتمال استخدامهم له للشرب ولصنع وقود الصواريخ. وسوف يتحرك الإنسان الآلي لمسافة كيلومترات على سطح القمر الترابي للبحث عن وجود جيوب تحت السطح تضم مئات الملايين من أطنان المياه المتجمدة. إلى العناوين. مسيرات مؤيدة للرئيس اللبناني وسط استمرار التظاهرات، وغرفة عمليات للجيش والقوى الأمنية تعمل لفتح الطرقات المقطوعة. تجدد التظاهرات في بغداد بعد سقوط 42 قتيلا وأكثر من 2000 جريح في تظاهرات الأمس، والداخلية تتهم مندسين باقتحام مقر حكومية وحزبية وأحراقها. موسكو تتهم واشنطن بتهريب النفط السوري، وقوات أمريكية تدخل من العراق للانتشار حول الحقول، وأردوغان يحذر من أنه سيطهر الحدود إذا لم تنفذ روسيا التزاماتها. كان في الظهيرة أيضا الناسا تخطط لإرسال رجل آلي إلى القمر للبحث عن مكامن المياه تحت سطحه.
للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.نت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.